ولكن كمان التمارين الرياضية جدا مهمة في تحفيز هذا الهرمون، بس مش أي تمارين. ما شاء الله عليك، صحيح 100%. أنا عايز أقول لجسمي أنا لو مثلا أكتر حاجة تضرب الذكورة إن قعدة الكنبة والسمنة، دي نقطة أولانية. ليه السمنة؟ السمنة بتاخد هرمون الذكورة من الرجالة وتحوله لهرمون أنوثة، تخيلي، يعني بتطلع إنزيم بالزبط. الذكورة تبقى أنوثة في الراجل لو مليان، عشان كده الدهون يعني ضد الذكورة. ليه؟ إنما لما ألعب جيم ويبقى عندي عضلات تطلع، خصوصا زي ما أنت قلت ما شاء الله عليك السكوات، الرجلين أو الظهر، ليه؟ عضلة كبيرة تاخد دم وطاقة، فده تدي إشارة للمخ أنا عاوزة كتلة عضلية، الراجل ده بيعمل مجهود كويس، زود لي هرمون التستوستيرون في الجسم، فهي إشارة للمخ أنا عاوزة باور. فالتمرين الظهر لأنه عضلة كبيرة والرجلين يزود التستوستيرون. طيب هل هناك مكونات غذائية برضو ممكن تزيد هذا أو تحفز هذا الهرمون في الجسم؟ المغنيسيوم مهم قوي لثلاث حاجات، عشان أول حاجة بيخلي فيتامين د يمتص، يخلي الزنك يشتغل، يخلي الكورتيزول ما يعلاش، فبيضرب لي ثلاث عصافير بحجر واحد. فالناس دلوقتي احنا عندنا إبيديميك نقص مغنيسيوم ونقص دال، عشان كده أنا معظم الناس اللي بيقولي بكتب فيتامين دي عشان حدش يقعد في الشمس. ومغنيسيوم، ما حدش بياكل مكسرات وبذور بس برضه مش اي نوع مغنيسيوم. لا الله ينور عليك. أيوة. انت خلاص يا الله خلاص. مغنيسيوم جلايسينات او اي نوع ما عدا مغنيسيوم اوكسايد. الاوكسايد لا يمتص، ما حدش ياخد اي حاجه فيها اوكسايد، مغنيسيوم اوكسايد ما بيمتصش، اي نوع تاني اوكي.